خبر وتعليق. طيب أنا 6 دقائق تفصلني عن نهاية البرنامج. عارفين اللي حصل في مصر في اليومين الماضيين واللي لا زال بيحصل في شيء اسمه هاليومين صار شيء اسمه النفاق السياسي والاقتصادي، وهذه معضلة صراحة، معضلة سياسية اقتصادية كبيرة. بعض دول الغرب قلقة على من سيحل مكان الحكم الحالي في مصر، قلقين مين بده يحل مكان الحاكم الحالي في مصر. ما حدا بيتكلم أبدا عن أمن الناس، عن اقتصاد الناس، عن حياة الناس، الفقراء، الجوع، أسر تعيش بأقل من 2 دولار في اليوم. من لهم سوى الله؟ من لهم سوى الله يا غرب؟ أيعقل نهتم بشخص ونحرق 85 مليون؟ نهتم بشخص ما نكترث لحياته أمن 85 مليون؟ هذا اسمه نفاق سياسي واقتصادي. لكن الآن منقول الكلمة لهم في الشارع، لهم التعبير ولهم القدرة على التغيير. سلام بعت لي 2 شعر لمصر، بدي ألقيهم، بدي أشوف حالي كيف في الشعر. طال الغياب يا مصر يا أم الزمان، طال الغياب يا مصر يا أم الزمان، فأين أين الملتقى؟ إلى حيث يجري النيل تجري مشاعري، ويصحو على شم النسيم خيالي. سأجري إلى محفوظ في حاراته، وأحني لأم كلثوم رأس جلالي. أحن إلى عبد الوهاب وفنه، وكنوز شوقي شاعر الأجيال. جئناك يا أرض الكنانة، يا مصر يا أم الزمان، صوت من الأهرام أعلى هو صوت شعبك في الأذاني. تحية إلى أهلنا وإخوتنا وأشقائنا في مصر. مصر المحروسة، تحية لكل أبناء مصر، تحية لكل من يدافع عن حقه في حياة كريمة ولقمة عيش كريمة، من الصرخات الجوع والفقراء وأنات المساكين. نعم للحقوق الاقتصادية، ونعم لحرية التعبير، ونعم للعدالة الاجتماعية، نعم لكل الثوار في سبيل حقوقهم، نعم للاستقرار في كل مكان، نعم لكرامة الشعوب. بترككم مع هاي الأغنية مع سلام الأطرش اللي بقول له شكرا، كان معي في هندسة الصوت ومهندس أبو حطب، كان معكم من وراء الميكروفون عبد الرايا اف ام، كما في كل سبت معد ومقدم البرنامج طلعت علوي. السلام عليكم.